الرحمن الرحيم. وطبعا في احاديث كتير من العيانين بتجيلنا واسئله عن الشرايين وعن الصمامات وعن عضله القلب، وانا احاول يعني في اللقاء ده ان انا اقول يعني بعض الاسئله المشهوره اللي بتجيلنا بالذات عن الصمامات. يا دكتور انا عندي صمام تعبان، طب انا يعني الصمام ده مثلا هغيره، او الصمام ده ان انا هقدر اعيش بيه. بالنسبه لل طبعا بالنسبه للصمام المترالي، وهو اشهر صمام عندنا في القلب، يعني عامه الصمام المترالي من الصمامات القويه اللي بتقدر تعيش فتره كبيره، ومش كل ارتجاع في الصمام نقدر نقول ان هو لازم يتغير او لازم يعمل له علاج. عندنا ابطال رياضيين بيلعبوا رياضه وهم عندهم ارتجاع في الصمام المترالي اللي بنسميه الارتجاع الطفيف او الارتجاع البسيط. الصمام المترالي طبعا في كانتشار الحمى الروماتيزميه عندنا في مصر، في كتير من البنات بتاخد حقنه بنسلين طويل المدى، وده برضك ما بيمنعش ان هم يتجوزوا عادي ويحملوا ويخلفوا. مش اي واحده بنت بتاخد حقنه بنسلين ده معناها ان الصمامات تعبانه، لا، احنا بندي سبعات لحقنه البنسلين علشان التهاب المفاصل، وبيبقى القلب فيه ارتجاع بسيط، والبنات دي بتتجوز وبتخلف عادي وبتخلف ولد واثنين وثلاثه، وما بنشوفش اي مشاكل من كده. بالنسبه للصمام الاورطي، طبعا الصمام الاورطي بياخد فتره كبيره لغايه ما يتعب، وما يعني عامه ما بنلاقيش مشاكل فيه في الشباب او مشاكل فيه في الا في كبار السن. بعد سن بقى فترة كبيرة ان هو نلاقي عندهم الصمام، هنقدر نعمل له تغيير او نقدر نعمل له توسيع بالاسطر. بالنسبة لعضلة القلب، عضلة القلب دي عضلة معقدة جدا، وفيها يعني حمل تحمل كبير جدا من الامراض. وعضلة القلب عامة ما بتتعبش الا نادرا، ونسبتها كتير، يعني في واحد في الألف أو واحد في ال10 آلاف لما العضلة نلاقي العضلة تعبانة، بالذات في السن الصغير. ومشاكل العضلة طبعا أغلبها بتيجي في السن الكبير مع ضيق الشرايين مع جلطات، بتبتدي تحصل مشاكل في العضلة، لكن عامة ما بنلاقيش تعب في العضلة في السن الصغير. وعامة عضلة القلب بالنسبة للبنات اللي هي في سن الجواز أو بعد كده ما فيش أي مشكلة بالنسبة لهم بالنسبة لعضلة القلب. نيجي بعد كده مشاكل كتير من البنات، مثلا تسألنا يا دكتور انا عندي نغزة بتجيلي زيادة، عندي ضربة زيادة. طبعا بكتير قوي من الضربات اللي هي الضربة الزيادة او النغزة الزيادة ده بنشوفها في البنات في سن صغير، وعامة بتبقى حاجة مش مرضية قوي، وبتبقى محتاجة متابعة وأدوية بسيطة جدا، يعني حاجات تهدي شوية ضربات القلب، اللي هو منهم أشهر دواء عندنا في مصر الإندرال 10 مللي جرام، ده بتاع الأطفال وبتاع البنات الصغيرة بنديه، بيهدي النغزات دي وما بيعملش أي مشاكل بالنسبة بعد كده لضربات القلب بالنسبة للبنات. وبرضك بالنسبة للبنين برضك بنلاقي برضك النغزة دي ممكن تكون كتير وقت المذاكرة وقت الامتحانات، وده مش معناه إن القلب تعبان، ده بس يكون إرهاق او يكون توتر او عدم نوم كفايه، ده برضك بيعمل النغزات دي بالنسبه للاولاد اثناء الامتحانات، وعامه ما بتبقاش حاجه مرضيه وما بتاثرش فيها. بالنسبه بقى للامراض الكتيره اللي هي ممكن تحصل فيه، يقول لك يا دكتور انا عندي خلل في الضربات، انا عندي ضربات مش منتظمه، هل انا هحتاج بعد كده بقى منظم ضربات قلب، هل هحتاج كده؟ الكلام ده بقى ما بيرجعش بقى غير لما تكون حاله في سن اكبر شويه، اربعينات او خمسينات، وبيكون معاها بقى دوكيومنت، يعني يكون معاها مستند رسمي ان في مشاكل في ضربات القلب عن طريق رسم القلب العادي او رسم القلب 24 ساعه اللي هو بنسميه الهولتر، وده بقى بنقدر نحدد منه اذا كان المريض هيحتاج بقى ان هو يركب منظم، هيحتاج ان هو ياخد ادويه لضربات القلب، او هو عنده فعليا خلل في ضربات القلب حقيقي يحتاج للعلاج او غير ذلك. بالنسبه للاسئله دايما اللي بتيجي، يعني مساله الاسبرين، طبعا في كلام كتير قوي عن الاسبرين دلوقتي، وان هو ممكن يبقى شويه يعني كل الناس محتاجه الاسبرين، لا، ممكن نخليه بس للناس اللي عندها دوكيومنت ان عنده شرايين تعبانه، من شرايين القلب تعبانه، فنديهم اسبرين بالذات لما يكون عنده سكر. بالنسبه للكوليسترول، مش كل الكوليسترول ضار ومش كل الكوليسترول وحش. استخدام ادويه الكوليسترول يعني باستهتار طبعا غلط، لازم يكون في سبب داعي لاستخدام أدوية الكوليسترول عشان نقدر ايه نحافظ على القلب. مش لازم اي واحد يلاقي نسبة بسيطة من الكوليسترول عالية يبتدي ياخد أدوية كوليسترول. الرياضة مهمة جدا جدا بالنسبة لأي إنسان،
وهي طبعا المفروض تمارسها يوميا او مرتين ثلاثه في الاسبوع. ممكن الواحد يمارس اقل انواع الرياضه اللي هو المشي، انك تمشي، ودي حاجات طبعا بتساعد جدا جدا القلب وبتساعد تدفق الدم بالنسبه للعضلات. ادويه الرياضه طبعا بتقوي عضله القلب وبتحافظ على الانسان، حتى اللي هو عنده ضغط بيمارس رياضه ممكن ياخد ادويه ضغط ويمارس الرياضه، الانسان اللي عنده سكر وبيمارس رياضه ممكن ينظم السكر بتاعه ويمارس رياضه. طبعا الرياضه مهمه جدا وما ما نقدرش نتكلم في الرياضه لانها مهمه. ادويه السكر طبعا لازم تتاخد بحساب، ما ينفعش ان الواحد يكون بياخد ادويه سكر او بياخد انسولين وما بيتابعش، لازم تتابع كويس علشان السكر يعني من الحاجات اللي بتأثر طبعا بالسلب على القلب، فلازم الواحد ياخد أدوية سكر كويسة ويتابع. وممكن برضك ممارسة الرياضة وممكن لعب الرياضة، وللناس اللي عندهم سكر ده ما يمنعش الكلام ده. يعني مش هطول عليكم، بس آخر حاجة طبعا نقولها إن ربنا سبحانه وتعالى إدانا يعني عضلة قوية جدا جدا تتحمل كتير، وإحنا بنشوف الرياضيين بيعملوا يعني رياضات عنيفة جدا جدا وقلبهم بيتحمل. فإحنا من يعني ما لا 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 إفراط ولا تفريط، ما ينفعش إن أنت يعني تقول لا أنا ما بمارسش رياضة أنا قلبي كويس، لا يعني لازم الواحد يحافظ على جسمه ويلعب رياضة، وفي نفس الوقت لازم الواحد يتجنب الحاجات اللي بتأثر على القلب وبالذات التدخين. طبعا التدخين في مصر نسبته عالية جدا، والتدخين في الشباب نسبته عالية جدا، ولازم ناخد بالنا من التدخين، ولازم نعمل كامبينز كتيرة قوي تبين للشباب وتبين للكبار السن مشاكل التدخين لأمراض القلب. بالنسبة للمحافظة تاني على القلب، طبعا الواحد ما ياخدش ملح كتير، واحنا الشعب المصري طبعا بناكل ملح كتير، والملح دايما موجود على مائدة الطعام عندنا، بس لازم ناخد الملح بحساب، ما نكترش في استخدام الملح لان طبعا ده بيرفع الضغط بالنسبة للناس الكبار في السن، وبيأثر طبعا ارتفاع الضغط بيأثر على القلب وكده. طبعا طبعا تجنب الأدوية العالية، تجنب الوجبات العالية الدسم، لأن طبعا كل ده بيرفع الكوليسترول، والكوليسترول ده هو العدو الأول لأمراض القلب. يعني كل دي من الحاجات اللي الواحد لازم ياخد باله منها علشان ما يحصلش مشاكل للقلب. ونتمنى لكم إن شاء الله يعني قلب سليم وجسم سليم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.